أراد بعض الناس أن يسافر مثلا أو يتزوج، هنا إنسان حاستك إن سفرك بك أو حاستك بزوجة، ماذا يصنع؟ يتشبك، يأخذ النقود دينا بارك يها هلده و قرشك يلده يرمي بها أو قرشي هلده ضوجة، وقعت على هذا الاتجاه دكما سروي جهادي مضى في النكاح دوجة أز نازوجة، وقعت على الاتجاه الآخر دكما سر جهتك أدني يرجع ولا يتزوج دوجة أزي بزوج. هذا من أعمال الجاهلية، أبنى عمل الجاهلية، هذا من الشرك، أبا الشرك لا يمكن أن المسلم يتعاطى هذه الأشياء. مسلمان قريت اشتهى إنانك أو يأخذ وردة مثلا ياش دينك كليك كهذا ويبدأ يقطف منها، أتزوج لا أتزوج، أتزوج لا أتزوج، يا ذا دينك كليك كهذا بعد كي ثاقين أدقاتين هذا بجاز بزوجم نازوجم بزوجم نازوجم سر كي جاني حتى يعلم الصغار هذا سو ياش أم قري وان تستظر تشوش إنابك هذا كل من الشرك من أعمال الجاهلية. أمنا تش الشرك بعمل الجاهلية، ماذا أصنع إذا أريد السفر أو النكاح؟ أزغري تشبكم وقت أزغازم بزوجم يادا دغازم سفرك بكم أدعو الله أستخير أصلي ركعتين هذا استخاري بخونم هذا الدركات ميش بكم هذا برب عالمي ردعا بكم أطلب من الله سبحانه وتعالى هذا برب عالمي بغازم إعطائي كل الخير ودفع عني كل الشر هذا برب عالمي بغازم كي سوا شو خيرها أيوة من ربدا ما تشبيسيش دي سرمدا ويوم جدورك لا علاقة لهذه الطيور أو هذه النقود أو هذه الأرقام أو الورد علاقة فان تشتا تنا يعني شبيكا إنابكي كليكا إنابكي قرشا إنابكي أو نترى فايدة نادر فايدة جرب عالمية